مساء الخير على كل الشعب المصري. عايزة أشكركم على دعمكم ليا في مشواري في رولان جاروس. عايزة أشكر أهلي وعايزة أشكر أمي وعايزة أشكر إخواتي على دعمهم ليا، وعايزة أشكر المدرب بتاعي وعايزة أشكر المانجر بتاعي الاتحاد واللجنة الأولمبية ونادي الشباب والرياضة على دعمهم ليا في مشواري لطوكيو وللوصول للنقطة اللي أنا فيها دلوقتي. صراحة عايزة أشكر برضو الشعب المصري على لقب الفتاة الذهبية، بالنسبة لي حاجة ما كنتش متوقعها. إن شاء الله أكون قد اللقب ده. عايزة أنهي بشكر للشعب المصري، ومحتاجة دعمكم الفترة اللي جاية، والماتش اللي جاي إن شاء الله هيبقى يوم الثلاث ضد كارولينا في بلاشكوفا إن شاء الله.